السلام عليكم. ان شاء الله ده هيبقى اول سيكشن في مادة السوفت وير انجينيرينج. هنتعلم فيها الجزء الخاص بالاردوينو والتحكم في اي مكون هاردوير عندنا. هنعرف ازاي نكتب الكود وازاي نعمل التوصيلات، وعشان احنا مش كلنا عندنا الادوات ومفيش إتاحة دلوقتي إن احنا يبقى عندنا الأدوات، فهنستخدم محاكي زي البروتوس. مش هنقدر نعمل عليه كل حاجة، بس على الأقل هنعرف طريقة التجربة عشان نقدر ننفذ الحاجات اللي موجودة عندنا في الأردوين. أول حاجة خالص تصطيب البرامج. احنا عندنا برنامجين أساسيين، هو مفروض واحد أساسي، بس احنا هنستخدم البروتوس كمحاكي عشان نقدر نجرب عليه ونشوف أثر الكود على المكونات اللي موجودة عندنا مظبوط ولا لا. أول حاجة خالص تصطيب البرنامج سهل جدا، إن أنا هضغط عليه كليكين. بعد كده الموضوع هيبقى سهل، شغال كله نيكست نيكست. لما يجي عندي هنا اي رسالة يطلب فيها انستول او دونت انستول، اعمل له انستول عادي. هيظهر كذا واحدة عادي، كل واحدة اضغط فيها انستول. كده انتهى التسطيب بتاعه، اضغط على كلوز، وكده الاردوينو بتاعي هيبقى موجود على الديسكتوب. هو ده الايقونة اللي اقدر اشتغل منها على البرنامج. هنسطب البرنامج بتاع البروتوس، برضو سهل ما فيهوش مشكلة. البرامج دي هتقدروا تحملوها من اللينكات اللي هتلاقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ياريت كل الناس تبص على الديسكريبشن اللي في الفيديو وتضغط على اللينك سواء بتاع البروتوس او بتاع الاردوينو وتنزله من عليه.
لما يجيلي الاختيار ده هو عايز يشوف اللايسنس موجودة على سيرفر ولا موجود الملف بتاعها. هو الموجود الملف بتاعها في الفايل بتاع كراك، عشان كده هفتح لوكال فتح لي الويندو اللي منها اقدر اجيب اللايسنس بتاعتي. هعمل براوز، اشوف المكان اللي انا حاطط فيه البرنامج. انا حاطه على الديسكتوب في سوفت وير انجينيرنج جوه البروتوس جوه كراك. هلاقي هو فايل واحد بس، هو فيه اكتر من فايل بس ده الوحيد اللي فيه لايسنس. افتحه وبعد كده اعمل انستول، هلاقي اللي كان موجود عندي هنا بقى موجود في الانستول دي اللي موجود عندي. بعد كده اضغط كلوز، هلاقي السيت اب كمل معايا. اختار تايبكال، كده البروتوس اتسطب عندي. ما عملش ران للبروتوس لان فاضل خطوة كمان في الكراك. هقفل الشاشة دي خالص واتأكد ان هو اتسطب على الديسك توب بره. بروتوس 8 بروفيشنال دي اخر نسخة بروتوس. عشان اكمل الكراك اجي افتح الكراك هنا وبعد كده باتش، كل الفولدرز دي هتلاقوها موجودة مع البرنامج، الفايل المضغوط بتاع البرنامج اللي هتنزله من اللينك. اضغط على يس. حمل وبعد كده فتحت البروتوس. اتأكد ان البروتوس اللي عندي بقى بروتوس 8 بروفيشنال، ما يبقاش فيه دومينستريشن اللي هي النسخة الديمو. كده يبقى انا عرفت تسطيب البرامج اللي انا هحتاجها في السكاشن الجاية بتاعة الاردوين. كده احنا سطبنا البرامج اللي هنشتغل عليها في السكاشن اللي جاية بتاعة الاردوينو وبتاعة النود. الاردوينو عبارة عن مايكرو كنترولر. يعني ايه مايكرو كنترولر؟ يعني متحكم دقيق في بعض المكونات الإلكترونية. يعني مش التحكم عن طريق الكهرباء بس، لأ أنا بديله كود والكود ده هو بينفذه خطوة خطوة
على المكونات المتصلة بالأردوين. مثلا لو أنا جيت عندي ليد عايز أفتحها وأقفلها، أون وأوف، دي كهرباء عادية خالص ما فيهاش أي حاجة سمارت، فبالتالي مش هحتاج فيها مايكرو كنترولر. لكن لما أجي الحاجة مثلا زي أنا عايز لما حد يعدي من الباب الليد دي تنور، كده بقى في حاجة سمارت، بقى في سنسور، يبقى أنا محتاج إن أنا أجيب مايكرو كنترولر. ده شكل الأردوينو. طبعا ده الأردوينو أونو، في أشكال كتيرة أوي للأردوينو بس الصفات بتاعتها قريبة من بعضها. إحنا هنشتغل في الفيديوهات، في آخر الفيديوهات، على النود إم سي يو عشان يبقى عندنا واي فاي وبلوتس. إنما إحنا هنكمل بداية نعرف يعني إيه الأردوينو أصلا عن طريق الأردوينو أونو. الأول حاجة خالص ده كده الانبوت بتاع الباور، يعني اقدر اجيب له بطارية، اقدر اجيب له ادابتر عشان خاطر الاردوينو يشتغل. طيب بعد كده عندي هنا دي البنات بتاعت الباور اوت، يعني ده كان الباور ان ودي البنات بتاعت الباور اوت اللي طالع من الاردوينو للمكونات اللي متصلة بيه. زي ايه بقى؟ قال لك الريست ده بيعيد الاردوينو من اول وجديد، كانك بالظبط شغال على برنامج وعايز ترجعه من اول وجديد، زرار ريست يعيده او توصل بيه سلك ويكون فيه زرار اول ما تضغط عليه يعمل ريست. عشان كده عندنا زرار في الاردوينو اهو اسمه ريست، لما اجي اضغط عليه يعيد البرنامج بتاع الاردوينو اللي موجود. 3.3 فولت و5 فولت، اي مكون كهربي محتاج اوصله بالاردوينو او محتاج اوصله عامه لازم يبقى له طرفين، طرف كهربا وطرف ارضي. الكهرباء قال لك لا، اما يبقى 3.3 او 5 فولت، دي اغلب المكونات اللي بتتوصل بالاردوينو. طب لو احتجت اكبر من ال5 فولت، قال لك هات باور سورس خارجي. بعد كده 2 ارضي، بعد كده الفي ان، الفي ان دي زيها بالظبط زي الباور ان اللي موجود عندي، يعني انا ممكن ادخل الاردوينو باور عن طريق الجاك الاسود ده او ممكن عن طريق البن اللي اسمها في ان. الكابل المعدن او السوكت المعدن ده عشان خاطر اوصل بالاردوينو كابل طبعه، الكابل الطبعه ده اللي هو بوصل بيه الطبعه بتاعتي العادي، عشان اقدر ابعت الكود اللي انا كتبته على اللاب او على الجهاز العادي واحطه على الاردوين. تمام. بعد كده عندي هنا A0 A1 A2 A3 A4 A5، هو اصلا كاتب لي عليهم انالوج ان، يعني انالوج انبوت. انا عندي مبدئين هفضل شغال فيهم طول ما انا شغال على الاردوينو. المبدأ الاولاني اللي هو الانالوج انبوت اللي هو الانالوج، والمبدأ التاني الديجيتال. ايه الفرق بين المبدأين دول مع بعض؟ قال لك الديجيتال هو ان الحاجة يا شغالة يا مش شغالة، لو شغالة تاخد 1 ولو مش شغالة تاخد 0، لو شغالة تاخد هاي ولو مش شغالة تاخد لو. ده بالنسبة للديجيتال. الانالوج ما فيهاش كده، فيها تحكم في السرعة، بمعنى ان انا لو جيت قلت لك مثلا شغل لي الموتور بس يكون سرعته متوسطة وبعد شوية زود سرعة الموتور وبعدها كمان جيب اقصى سرعة للموتور، كده ما بقاش الموضوع يا شغال يا مش شغال، لا ده بقى شغال وبتحكم في السرعة بتاعته، فده كده انالوج. قيمة الديجيتال بتاخد حاجة من الاتنين، يا صفر يا واحد. قيمة الانالوج بتتراوح من 0 لـ1023. قلنا ان البنات دي انالوج انبوت، انالوج انبوت يعني بتستقبل مني بس انالوج،
زي ايه مثلا؟ هو انا عندي مثلا سنسور بيشوف نسبة الدخان في الهواء، نسبة الدخان دي اكيد انالوج مش ديجيتال. عندي سنسور بيشوف نسبة الإضاءة اللي موجودة في الأوضة اللي أنا موجود فيها، أكيد دي برضو أنالوج مش ديجيتال. لكن لو عندي سنسور بيشوف إذا كان في نار أو لا، ده يبقى ديجيتال. وعندي سنسور بيشوف إذا كان في مثلا إيه تاني ممكن يكون موجود، لو في سنسور بيشوف إذا كان في حركة أو لا، ده برضو ديجيتال مش أنالوج. خلاصة الموقف ان السنسورز كلها انبوت، كلها بتدخل لي بيانات. الاردوينو ده عبارة عن معالج، بس معالج ضعيف شوية، بدخل له البيانات عن طريق الانبوتس واطلع عليه بيانات او منه بيانات عن طريق الاوتبوتس، يعني بيتصل بيه مداخل ومخارج. فهنا بيتصل بيه المداخل الانالوج زي سنسور السموك، زي سنسور اللايت. طيب طبعا في الحته دي هي الصوره اللي انا جبتها لكم، صوره مختلفه شويه عن الاردوين اللي بقى موجود في مصر اللي لسه واخد بالي منها حالا دلوقتي. بس عموما الفرق الوحيد ان الشيب او الاتميجه اللي بيتحط عليها الكود بتبقى كبيره موجوده هنا كده، هي دي اللي بيتسيف عليها الكود بتاع الاردوين. والاتميجه دي اريزابل. يعني ايه اريزابل؟ او الاردوينو بصفه عامه اريزابل، يعني لو حطيت عليه كود بيتحفظ عليه، لو جيت رفعت عليه كود تاني الكود القديم بيتمسح ويتحط الكود الجديد، لو جيت حطيت عليه كود تالت الكود التاني بيتمسح ويتحط الكود الجديد، وهكذا. بعد كده عندي هنا البنات من صفر لسبعة ومن 8 ل 13، وحاجه اسمها جراوند. الجراوند ده زي الاثنين جراوند دولت، يعني ده ثالث جراوند موجود في الاردوينو. والاي ريفرنس مش هنهتم بيه قوي لاننا مش هنشتغل عليه. قال لك الصفر والواحد ده ار اكس وتي اكس، هنعرفهم بالتفصيل في السكشن الثاني مش في السكشن ده. طيب البنات من 2 ل 7 ومن 8 ل 13 ديجيتال انبوت واوتبوت. يعني ايه ديجيتال انبوت واوتبوت؟ يعني انا عندي زرار ضغطت عليه بقى شغال، شلت ايدي من عليه بقى مش شغال. عندي ليد بعت لها واحد بقت بتنور، بعت لها صفر ما بتنورش، اللي هي الحاجه اللي بتاخد قيمه من الاثنين، لا اما صفر لا اما واحد. طيب يعني ايه بقى ديجيتال انبوت؟ يعني بستقبل منه بيانات ديجيتال. طب ديجيتال اوتبوت بطلع عليه بيانات ديجيتال، اللي هي لا صفر لا واحد. طيب البنات دي قال لك ديجيتال انبوت واوتبوت، طب مين فيها انبوت ومين فيها اوتبوت؟ قال لك انت اللي بتحدد من الكود مين فيها الانبوت ومين فيها الاوتبوت. طيب يبقى انا كده قلت هنا الانالوج انبوت وقلت هنا الديجيتال انبوت اوتبوت، يبقى لي الانالوج اوتبوت. قال في بنات هنا معمول عليها العلامه بتاعت زي الهمزه الطايره، البنات دي اللي هي 3 و5 و6 وتسعة وعشرة وحداشر. قال لك البنات دي هي الوحيدة اللي عندها المقدرة ان هي تطلع انالوج اوتبوت. يبقى تاني البنات دي كلها انالوج انبوت، البنات من اول صفر لحد 13 بس الصفر الواحد ليهم حالة مميزة هنقولها المرة الجاية، دول ديجيتال انبوت واوتبوت. اعرف اختار الكلام ده من الكود. وبعدين عندنا البنات 3 و5 و6 و9 و10 و11، دي بنات دي انالوج اوتبوت. طب انا دلوقتي بقى هعرف البن دي اذا كانت ديجيتال انبوت ولا ديجيتال اوتبوت ولا انالوج اوتبوت. قال لك انت اللي بتختار في الكود، تقول اذا كانت دي ديجيتال
انبوت ولا ديجيتال اوتبوت ولا انالوج اوتبوت، بس لازم يكون البن عليها علامة الهمزة دي او البلس ويلز موديليشن اللي هي النبضات، لازم يكون عليها العلامة دي عشان خاطر تقدر تطلع انالوج اوتبوت. لو ما تجيش عند رقم 2 وتقول انا هطلع عليها انالوج اوتبوت، هي ما عليهاش علامة البي دبليو ام، فبالتالي ما عندهاش قابلية ان هي تطلع انالوج. كده يبقى احنا عرفنا مكونات الاردوينو كاملة. كده احنا عرفنا ايه هو المايكرو كنترولر وايه هو الاردوينو. محتاج اكتب كود اردوينو عشان اجرب او اشوف الاستخدامات بتاعته بتبقى عاملة ازاي. قال لك هتيجي هنا من الاردوينو اللي انت سطبته، ضغط عليه كليكين عادي زي اي برنامج انت موجود عندك على الجهاز. نكبر الفونت شوية. عشان تبقى الناس شايفك. اول حاجة خالص احنا بنكتب بلغة السي بلس بلس على برنامج اسمه الاردوينو سي. ده كده البرنامج بتاع الاردوينو سي. اولا دي كومنتات احنا ممكن نشيلها، اكيد انتوا عارفين يعني طريقة كتابة الكومنتات، مش محتاجين ان احنا نقولها. معلش عشان شلت معاك قوس. طيب كود الاردوينو عندنا بيتكون من ايه؟ قالك اول حاجة فوق خالص بكتب فيه المتغيرات والمكتبات، يعني عندي متغير هشتغل عليه في البرنامج ممكن اعرفه فوق. ليه اعرفه فوق ما اعرفوش في الفويد سيت اب او في الفويد لوب؟ لانه لما يبقى متعرف بره يبقى متعرف على مستوى البرنامج ككل. طيب والمكتبات زي ايه؟ انا مثلا عايز استدعي مكتبه معينه، زي ما احنا خدنا قبل كده في سنه تانية في السي بلس بلس مكتبه زي هاش انكلود اي او ستريم، دي من غيرها ما اعرفش استخدم السي ان والسي اوت. مكتبه زي هاش انكلود سترينج، دي من غيرها ما اعرفش اشتغل على السترينج في برنامج السي بلس بلس. هنشوف بقى المكتبات اللي ممكن ناخدها هنا في الاردوينو، او مش هناخدها كلها بس هنستخدم منها مكتبه او اتنين. ماشي. الفويد سيت اب بيتكتب فيها المداخل اللي كنا لسه بنقول عليها انبوت واوتبوت، يبقى بيتكتب فيها المداخل والمخارج والكود اللي انا عايز استخدمه في البرنامج مره واحده بس. يعني انا عاوز ليد تنور وتطفي وبعد كده ما عادتش تعمل اي اثر، يبقى اكتبها جوه السيت اب. الفويد لوب بيتكتب جواها الكود اللي بيفضل شغال طول ما في كهرباء واصله بالاردوينو بتاعي، عشان كده لاحظ بان اسمها لوب. تمام كده انا بعرفت المكونات الاساسيه لاي برنامج او كود اردوينو. ناخد اول مثال خالص، نعاوز ليد تنور لمدة ثانية وتطفي لمدة ثانية، وده هيبقى مثال على الديجيتال اوتبوت. ما هي لمبة تنور وتطفي يبقى بتاخد واحد وبتاخد صفر، يبقى كده ديجيتال. وطالما هي بتاخد بيانات من الاردوينو يبقى اوتبوت. تمام هنيجي نقول هنا اول حاجة خالص البن اللي انا هوصل بيها الاردوينو، يعني انا كنت بصيت في الاردوينو هنا دي البنات الديجيتال، ليه ما رحتش للانالوج؟ انا قلت ان هي ديجيتال اوتبوت، يبقى اختار بن نبعد عن الصفر لواحد دلوقتي وما يشتغلوا عادي، بس خلينا في البنات من 2 ل 13 مثلا، نختار البن رقم 11. تمام انا اللي اخترت بشكل عشوائي مفيش اي فرض للموضوع، اهم حاجه تبقى البنيه ديجيتال. هاجي اكتب هنا زي طريقة تعريف المتغير عادي في السي بلس بلس، انت ليد بيساوي
11 مفيهاش اي مشكلة خالص اهو. بعد كده ما عادش عندي متغيرات وما عنديش في البرنامج ده مكتبات، يبقى مش محتاج ان انا اكتب مكتبات هنا، اخش على الفويد سيت اب على طول. جوه الفويد سيت اب كنت بعرف المداخل والمخارج والكود اللي بيتكتب مرة واحدة بس. المداخل اعرف المداخل او المخارج ازاي؟ قال لك في دالة في الاردوينو اسمها بن مود، الديفولت بتاعي كله سمول ما عدا الفواصل كابيتال، وفي حاجات معينه بتتكتب كلها كابيتال هنعرفها طول ما احنا شغالين. يبقى كلمه بن البي سمول والام عشان خاطر فاصله ما بين كلمه بن ومود، فالام كابيتال. انا عايز اقول له مين اللي يبقى اوتبوت الليد، يبقى اقول له الليد واوتبوت، اوتبوت دي كلها كابيتال. هنعرف الكلام ده طول ما انت شغال على الاردوينو، مين الكابيتال ومين السمول والفاصل بتاعه كابيتال. كده انا عرفت الليد ان هي اوتبوت، يبقى تستقبل بيانات من الاردوينو. هروح للفويد لوب عشان انا عايز الكود يتكرر يفضل شغال طول ما الهاردوير شغال. اول حاجه خالص انا عايز اللمبه تنور. خلينا بقى متفقين على كلمتين هيفضلوا ثابتين معانا طول كود الاردوينو اللي هنشتغل عليه، كلمه اسمها رايت وكلمه اسمها ريد. لو انا عندي اوتبوت يبقى ديجيتال، رايت في حاله الديجيتال، يبقى انالوج رايت في حاله الانالوج، رايت اللي هو يكتب بالانجليزي. لو انا عندي انبوت يبقى المفروض ديجيتال ريد في حاله الديجيتال يقرا، وديجيتال وانالوج ريد في حاله الانالوج. يبقى لو انا هستقبل بيانات في الديجيتال يبقى ديجيتال ريد، هطلع بيانات في الديجيتال يبقى ديجيتال رايت، لو انا هستقبل بيانات في الانالوج يبقى انالوج ريد، لو انا هبعت بيانات في الانالوج يبقى انالوج رايت. دي الجمل الثابته اللي معايا طول برمجه الاردوين. هاجي اكتب هنا ديجيتال برضو سمول، رايت دي الكلمه الثانيه يبقى دبليو كابيتال، حتى اللون بتاعها اتاكد منه اذا كنت انا كاتب صح ولا غلط. ديجيتال رايت، الليد عاوزها تشتغل يبقى ادي للليد تشتغل يعني قيمه واحد. في ناس تانية بتكتب مكان الواحد ده كلمة هاي كابيتال، صح برضو، يبقى اكتب واحد او اكتب كلمة هاي كلها كابيتال. في عنصر مهم جدا في الهاردوير ممكن ما اكونش بهتم بيه في السوفتوير، السوفتوير العادي البرامج اللي انا بعملها مش البرامج اللي بتشغل الهاردوير، هو عنصر الوقت. انت عايزها تنور يبقى تنور قد ايه، وعايزها تطفي يبقى تطفي قد ايه. فانا هنا اقول له العملية دي هتقعد وقت delay 1000، 1000 ده كتير قوي. ليه؟ هو الوحدة اللي بيشوف بيها الوقت هنا ايه؟ قال ان الوحدة اللي بيشوف بيها الوقت هنا الملي سكند، والملي سكند السكند بتساوي 1000 ملي سكند، يبقى انا عايز اتنور لمدة ثانية يبقى اكتب له هنا 1000 ملي سكند. ماشي، عايز الليد بعد كده تطفي، خلاص انا عرفت الطريقة، يبقى هكتب ديجيتال ريد، اسف تبقى ديجيتال رايت، طالما هبعت عليه بيانات يبقى ديجيتال رايت. بعد كده اقول له ليد و زيرو. هتيجي تقول انا كده خلصت، لا انا كده ما خلصتش. لو انت عملت الكود بالمنظر ده هتلاقي الليد شغاله على طول ما بتطفيش. ليه؟ انا كاتب ان هي تطفي اهو، انت ما اديتش الوقت اللي هي هتطفيه، اديت الوقت اللي هي هتفضل شغاله فيه. عشان كده لازم انزل تحت واقول له delay 1000
كده يبقى هي هتنور ثانية وتطفي ثانية. كده انا كتبت الكود بتاع الاردوينو عشان خاطر اتأكد ان الكود صح. يعني ايه صح؟ يعني انا كاتبه كبرمجة صح، انما الاردوينو ملوش علاقة اذا كان الكود بينفذ اللي انا عايزه ولا بينفذوش، ده انت اللي تكتشفها، انما هو بيشوف الاخطاء البرمجية. يعني انا مثلا لو جيت احط على علامة صح، علامة الصح دي عشان خاطر يتأكد اذا كان الكود صح ولا غلط، verify، اضغط عليها. طبعا بيقول لي سيفه باسم، هسميه باسم led واسيبه يحمل هنا لحد ما يديني رسالة ويقول لي done compiling. كتب الرسالة هنا done compiling، يبقى كده أنا خلصت الكود بتاعي وتأكدت إن هو مكتوب كبرمجة صح. طب مثلا لو جيت شلت من هنا سيمي كولون ورحت عملت verify، طبعا لازم يطلع غلطة، أهو بيقول لي إن القوس ده غلط، المفروض يبقى قبل منه علامة سيمي كولون. يبقى أنا كده عرفت إيه هو دور الفرفار. هنجرب بقى الكود ده على البروتوس. احنا كده خلصنا البرنامج على الاردوينو، عايزين نجربه على البروتوس. قبل ما نجربه على البروتوس احنا مفروض نعمل اوبشن هنا في الاردوينو سي عشان خاطر يقدر يشتغل على البروتوس او يتربط بالبروتوس. اول حاجه خالص ان انا افتح فايل، ودي بتتعمل مره واحده بس، الناس اللي معاهم اردوينو هيجربوا على طول مش لازم يعملوا الخطوه دي، انما اللي هيشتغلوا على البروتوس لازم يعملوها. هروح على بريفرنس الاقي عندي هنا حاجه اسمها شو فيربس اوتبوت ديورنج، ده اللي بيطلع لي ملف الهكس اللي هو الملف اللي بيبقى خلاص اتحرق ومستني ان هو يتنفذ على الاردوينو. انا هنا اطلع منه ملف برضو معقد او وهمي في حالة الكومبايليشن عشان خاطر اعرف اجرب الكود على البروتس. هعمل على دي علامة صح واضغط على اوكي وارجع اعمل كومبايليشن تاني. الخطوات دي بتتعمل مرة واحدة بس، ما عادتش هتتكرر تاني. كده خلاص done compiling. هكبر الشاشة اللي موجودة تحت وهبص على من ضمن الامتدادات دي على ملف اخره هكس دوت اي ان او دوت هكس، اهو ادي الامتداد. حاول بس ايدك تبقى مظبوطة وانت بتاخد ده كوبي عشان ما يحصلش نفس اللي حصل معايا دلوقتي اللي هو بتلاقيه لخبط ونزل على السطر اللي تحت. اخرج كلمة هكس من غير دبل كوتيشن، يبقى اولك السي واخرج الهكس من غير دبل كوتيشن. هاخد ده كوبي واخليه معايا، بعرف ان انا خدت كوبي قبل كده. فاضل ان انا البروتوس اللي انا سطبته ما فيهوش الاردوينو، فانا عشان اخلي فيه الاردوينو كمحاكي اجي هنا في الملفات اللي كانت موجودة عندي او ما كانش ظاهر في اول الفيديو. الملف ده ملف مضغوط، هفك الضغط بتاعه، طلع منه فايلين. الفايلين ده المفروض ان هما لايبراريز عشان اخلي جوه البروتوس اردوينو. هاخد الفايلين دول كوبي، كده يبقى الكوبي اللي انا خدته من هناك راح، يبقى افتكروا ان احنا ناخده تاني. اروح على السي عشان افتح حاجه اسمها بروجرام داتا، لازم
اظهر الملفات المخفيه، ظهر لي بروجرام داتا اهو. اخش على لاب سنتر، بروتوس 8 لايبراري، واعمل لهم بيست. كده الملفين اتضافوا عندي. خلاص اقفل الملفات المخفيه، ما كنتش عاوزها في حاجه. وفي نفس الوقت اخش على البروتوس، هعمل نيو بروجكت. هسمي ده مثلا ليد زي ما سميته في الاردوينو، واتك نيكست. ما غيرتش اي حاجه في الاعدادات دي، نيكست 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 فينش. اتاكد ان اول اختيار اللي كان عدى ده كان عليه علامه صح. دي كده شاشه البروتوس، والبروتوس كاني برنامج برسم عليه، بس الفكره ان هو برنامج محاكاه، اقدر اشوف نتيجه التوصيلات اللي انا عملتها هنا. هاجي من بي، ده اللي بجيب منها المكونات. هقول له انا عاوز اردوينو اونو. بقى في اردوينو كتير اهو، ده الاون. اضغط عليك الكليكين فوق بعض يظهر عندي في المنيو اللي موجوده هناك. ومحتاج كمان ليد. ادور في البروتوس على المكونات اللي اللايبراري بتاعتها اكتف. ما لقيتش اكتف ادور على ديفايس، ما لقيتش ديفايس اشوف ايه المتاح بالنسبه لي واخده. هنا لقيت دي كده الالوان بتاعه الليدات كلها اكتف، هاخد اي لون منهم. ادي الاردوينو. عشان اجيب الاردوينو واحطه في الرسمه اللي موجوده عندي هنا، ضغط عليه هنا يظهر. ضغطه كمان الاقيه موجود معايا في الرسمه بس بيتحرك. ضغطه كمان يثبت. ده الاردوينو بنفس البنات اللي كانت موجوده هناك اللي احنا عرفناها بالتفصيل، بس ما فيهوش البنات بتاعه الكهرباء. طبعا ده عشان محاكاه، ودي الاتميجه اللي انا كنت بقول عليها بيتحط عليها الكود بتاع الاردوينو. بعد كده اجيب الليد. الليد هتبقى بالمنظر ده. لو جينا نزوم شويه على الليد هنلاقي ان في طرف مثلث، ده الطرف الموجب اللي يروح للكهرباء، وشرطه ده الطرف السالب اللي يروح للارضي الجراوند. بعد كده المثلث ده المفروض ان هو يروح للطرف الموجب. الطرف الموجب اللي هو مين؟ اكيد ال11 اللي كان بيطلع اوت عندي هو ال11. اضغط ضغط عند ال11 وامشي الاقي في سلك جه معايا، واوصل عند النقطه بتاعه الليد واوقف السلك اللي موجود عندي. ليه انا ما وصلتهاش بالكهرباء العاديه؟ لان لو وصلتها بالكهرباء العاديه هتفضل اللمبه شغاله على طول، ما بتتاثرش بالكود. لا، انا عاوزها مره تاخد واحد وتبقى شغاله، ومره تاخد صفر وتبقى مش شغاله، فكده لازم اوصلها بالكود. الليد في الحقيقه بيبقى لها طرفين، طرف طويل وطرف قصير. الطرف الطويل هو الطرف اللي بيروح للكهرباء، والطرف القصير هو الطرف اللي بيروح للارض. ونعمم القاعده دي على كل الالكترونكس اللي ليها رجلين، واحده اطول من الثانيه. كده انا تقريبا خلصت التوصيلات، بس لسه المفروض ان الجهه الثانيه دي بتاعه الشرطه تروح للجراوند. ما عنديش هنا جراوند، فهضطر اروح عند التريمينالز اللي موجودين عندي دول واجيب حاجه اسمها جراوند. ادي الجراوند برضو، ضغط عليه هناك، ضغط هنا يظهر بس يفضل بيتحرك، ضغط كمان يثبت. ما تجيبش الجراوند وتقربه على طول للليد، لازم تقف عند نقطه الليد وتمشي يجي معاك سلك يوصل للارض. طبعا انا عايز اضيف الكود اللي موجود عندي، هروح هناك هاخده كوبي تاني
عشان انا كنت ضيعت الكوبي بملفات اللايبراري. وبعد كده هضغط على الاردوينو اللي موجود عندي كليكين فوق بعض، ظهر لي هنا حاجه اسمها البروجرام فايل. البروجرام فايل ده الملف، المفروض ان انا بروح مسار طويل قوي عشان اجيب الملف ده، فبدل ما اروح كل المسار ده اجي هنا واعمل بيست للمسار اللي انا جبته هناك من الاردوين. بعد كده اضغط على اوكي. في هنا عندي زرار زي بلاي كده اللي هو اجرب الدايره اللي انا عملتها دي شغاله ولا مش شغاله. لو عملت بلاي اللمبه اشتغلت، طفت اشتغلت طفت وهكذا. اظن كده عرفت ازاي اكتب الكود على الاردوينو، وازاي اشغله على البروتوس، وازاي اربط الاردوينو اصلا بالبروتوس. تمام. طبعا اللينكات اللي تنزل منها اي فايل انا اشتغلت عليه في الفيديو او في السكشن هتقدروا تنزلوها من الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. هناخد حاجة كمان وتبقى آخر حاجة نختم بيها السكشن الأولاني، هي إزاي أتحكم في الليد دي عن طريق زرار، ما تبقاش هي شغالة مع نفسها. يعني أنا عايز أضغط على الزرار الليد تشتغل، أشيل إيدي من على الزرار الليد تطفي كده. أنا هحتاج هنا مكون تاني اللي هو البوتون، هنضيف على الكود ده مش هنغير فيه حاجة. انت بطن، طبعا انت حر في تسميه المتغيرات، سميها الاسم اللي انت عايزه، يعني ممكن بطن دي تسميها بي بس. البطن بيستقبل مني بيانات يا صفر يا واحد، عشان كده انا محتاج ان انا اوصله ببنايه ديجيتال. البن الديجيتال اي بن ديجيتال موجوده عندي ولتكن 8، اروح هناك اوصل ده ب 8. لازم اعمل له البين مود بتاعته، يبقى بين مود بطن، وهستقبل منه بيانات للاردوينو يبقى انبوت. في حالة ان انا هستقبل منه بيانات تمام يبقى عرفت ان هو انبوت، وانبوت كلها كابيتال. عايز اعرف متغير استقبل فيه البيانات اللي جايه لي من البطن، فهسميها مثلا انت ولتكن انت داتا. طب ايه اللي هيعتبر ان ده متغير عادي مش زي الليد والبطن؟ طالما ما كتبتلوش لا انبوت ولا اوتبوت يبقى هو هيعتبره متغير عادي، لكن لو عرفته في ضمن المداخل والمخارج يبقى هيتعامل معاه على انه مدخل او مخرج. همسح الكود ده خلاص عشان انا اعدل عليه. اول حاجه انا عايز اقرا البيانات اللي جايه لي من البطن واخزنها جوه متغير اللي اسمه داتا، فاجي اقول له هنا ان الداتا بتساوي هقرا البيانات وديجيتال، لان البطن شغال يا صفر يا واحد، هقرا يبقى وديجيتال يبقى ديجيتال ريد. سهله اهي ما فيهاش اي مشكله خالص. طب انت هتقرا ديجيتال ريد من مين؟ من البطن. اظن كود الاردوينو سهل وما فيهوش اي مشكله خالص، يبقى انا كده هقرا ديجيتال من البطن واخزنه جوه الداتا. عايز اقول له لو قيمه الداتا كانت بتساوي واحد خلي الليد تنور، كده معناها ان انا دايس على الزرار. لو قيمه الداتا بتساوي صفر خلي الليد تطفي، دي معناها ان انا شلت ايدي من على الزرار. هاجي اقول له هنا اف الداتا ايكوال ايكوال واحد، دي قاعدة اف العادية اللي احنا كنا بنستخدمها في البرمجة، متهيألي مش محتاجة ان احنا نشرحها. يعني هاجي اقول له هنا خلي الليد تشتغل يبقى ديجيتال رايت ليد وواحد. بعد كده عايز اقول له هو لو ما كانش قيمته بواحد يبقى اكيد قيمته بصفر، يبقى ممكن اقول else على طول
لو ما كانتش بواحد يبقى هي بصفر، يبقى ديجيتال رايت ليد وزيرو. طبعا ما حطيتش ديلي لان هي ما عادتش مستنيه ديلي. طبعا في هنا سيمي كل ما نسيتها، هي مش مستنيه ديلي لان كل ما طول ما انا ضغط على الزرار هي شغاله، واول ما ارفع ايدي من على الزرار هي هتقف. اعمل كومبايل مش هاخد اللينك المره دي كوبي لان هو نفس اللينك اللي انا كنت خدته المره اللي فاتت، لكن لو غيرت البروجكت وفتحت بروجكت جديد لازم تاخد اللينك الجديد وتحطه في بروجكت بتاع البروتوس. البطن هاجي هنا في البروتوس وابتدي اضيف البوتن اللي موجود عندي. البوتن له طرفين، اجي اعمل سيرش هنا على البوتن الاقي في عندي اكتف اهو، اضغط عليه كليكين يجي لي هناك، برضو ضغط عليه ضغطة كمان يظهر معايا. البوتن ملوش لا موجب ولا سالب، يعني مش زي الليد، يعني ما تجيش تقول ان الطرف الاحمر ده يوصل بالموجب والطرف التاني يوصل بالسالب، لا. البوتن محتاج اوصله بطرفين، طرف بالبن اللي احنا اخترناها اللي هي كانت رقم 8 زي ما عرفنا، بضغط ضغطة على الطرف يمشي معايا سلك لحد ما اوصله للطرف التاني، وبعدين بوصل الطرف الاولاني بفولت. طبعا انا ما عنديش هنا 5 فولت فهضطر ان انا اروح لبرضو الترمينالز اللي موجودة عندي واجيب بار ووصل الباور مع البوتون كده. لما اضغط على البوتون هيدخل الفولت اللي ماشي هنا على البن، فبالتالي الاردوينو هيحس ان هو بقت القيمة اللي جاية له من البوتون واحد، ولو ما ضغطتش على البوتون ما عادش فيه كهرباء هتوصل للبن، بالتالي الاردوينو هيعرف ان القيمة اللي جاية له صفر. الاردوينو هو الوسيط ما بين البوتون وما بين الليد، يعني البوتن مش بيشغل الليد ككهرباء على طول، لو كهرباء على طول يبقى احنا مش محتاجين اردوينو، انما البوتن بقى هو اللي بيشغل الليد عن طريق الاردوينو. لو جيت جربت الكود على الوضع ده هلاقي ان ساعات الليد البوتن يشتغل ويطفي، يشتغل يعني افضل ضغط على البوتن الاقي الليد مره تشتغل تطفي شويه تشتغل تطفي، يعني بيطلع نويز. عشان اشيل النويز اللي موجوده عندي في البوتن وطول ما انا ضاغط الليد تشتغل، اول ما ارفع ايدي من على البوتن الليد تطفي، بجيب مقاومه ووصلها مع الارض. لازم ابقى واقف هنا عشان اضغط على البي واجيب المكونات. هجيب مقاومه هكتب رز، ظهرت لي المقاومه اهي تحت، ما لقيتش اكتف اخترت ديفايس، ما لقيتش اكتف من الريزيستور جبت ديفايس. بعد كده هاجي اوصل المقاومه في اي مكان هنا، اوصل طرف برضو المقاومه ملهاش موجب وسالب، هوصل طرف من المقاومه مع الطرف اللي رايح للاشاره بتاعه الاردوينو اللي هي الثمانية، وطرف تاني هوصله مع الارضي لان كده كده الارضي مشترك فمفيش مشكله استخدم الارضي بتاع الليد. كده انا تقريبا خلصت التوصيل بتاع الاردوينو. هروح بس اجيب اللينك تاني كوبي لان انا كان البروتس عندي اتقفل وفتح تاني، برضه ادور على اللينك اللي اخره دوت هكس واخده كوبي من غير دبل كوتيشن، اروح للبروتوس اضغط كليكين على الاردوينو واجي عند البروجرام فايل اعمل بيست لللينك الجديد عشان اجرب
لو ضغطت على الزرار ولسه ضاغط الليد شغالة، لو شلت ايدي من على الزرار الليد تطفي اهو، وهكذا بنفس المنظر ده. كده يبقى احنا اتعلمنا يعني ايه اردوينو ويعني ايه اربطه بالبروتوس، عرفت التوصيلات وعرفت مكونات الديجيتال والانالوج، عرفت بستخدم امتى ريد وامتى رايت، اشتغلنا على الديجيتال انبوت والديجيتال اوتبوت، وان شاء الله السكشن الجاي هنشتغل على الانالوج سواء كان انبوت او اوتبوت، وفي نفس الوقت نعرف حاجة اسمها السيريال كوميونيكيشن. بالتوفيق ان شاء الله.